عشان اطلع الفريق الاول عانيت ازاي مع حضرتك. انا ده قصه وروايه عشان العب. انت قاعد معاك 30 نجم في الفرقه, وعشان تلعب او تصعد فريق لعيب من الشباب ده كان صعب جدا جدا. معاناه. انا طلعت في سنه من السنين كابتن انور سلامه كان ماسك الفرقه, وكابتن صلاح حسني كان مدير الكوره, وكابتن رمضان السيد, وكنا احنا متصاعدين انا وتامر بجات واحمد سامي وهاني العقبي ومصطفى كمال. لما جه بعد كده ألان هاريس وكابتن شواب شافي, واحنا كنا عاملين بطوله منتخب مع كابتن هاني مصطفى كانت جامده جدا. يعني طالعين ثالث افريقيا, وكانت حاجه جامده. كان بياخدوا فرقتين لكاس عالم, واحنا طلعنا الثالث, كان غانا ونيجيريا. مظبوط. وغانا هي اللي خدت كاس العالم. فرجعت, جينا نتمرن مع الفريق الاول, كابتن شواب قال لنا لا مش هينفع, العدد كبير وصعب قوي دلوقتي تبقوا موجودين. كافحنا تاني, والحمد لله ألان هاريس اتفرج علينا, بدا يصعد فينا واحد ورا التاني. صحيح. لغايه لما اخدت الفرصه يا كابتن, وخدتها في ماتش لو تفتكر كان الاسماعيلي في اسماعيليه, وقال لي انا مش هنزلك وادفع بيك في ماتش صعب زي ده, لكن انت من الماتش الجاي هتلعب, مركز انك من الماتش الجاي هتلعب. والحمد لله يعني لعبت بعد معاناه كبيره وكافحت يا كابتن بصراحه معاكوا, لان صعب يا كابتن. انت بتتكلم في كل خط, يعني من اول حضرتك لخط الدفاع, خط الوسط, خط الهجوم, هتقعد مين ولا مين؟ نجوم كبيره جدا, وكان بيلعبوا في نص ملعب ثلاثه, فهتقعد مين؟ احنا بنلعب 3 5 2, فهم الثلاثه لو تفتكر كابتن ريم حسن باك رايت, بس هو كان بيلعب يعني بتحس ان هو في نص الملعب. مزبوط. وكابتن اسامه عرابي يعني انت عارف حضرتك يعني, فالثلاثه واحد منهم بقى مين؟ هادي خشبه, ده اساسي. ما فيش فصال. كان كابتن رضا عبد العال, كان ممكن يبقى عبد الجليل, كان ممكن يبقى عمرو انور, ممكن يبقى ياسر ريان, ممكن يبقى وليد صلاح الدين, احمد فهمي الله يرحمه, جمال مساعد, عادل عبد الرحمن كان بيلعب في وسط ملعب مهاجم يعني. ناس كتير جدا يا كابتن. وتامر حفني كان في عز تألقه في الفتره دي قبل ما يجي له الكسر ويبطل يعني. ففعلا كانت صعبه, كانت صعبه. كابتن عمرو انور طبعا, عشان ما نسويش طبعا عمرو من اللعيبه الجامده جدا, فانا عشان ما نسويش يعني ما نسويش طبعا. ده كان الثلاثي دايما الموعود يعني, عمرو وعبد الجليل وعادل, دول كانوا ابناء كابتن انور سلامه تبناهم, وفعلا كانت وجهه نظره ممتازه. موهبة الرهيبة بقى وليد صلاح, وكل الأسماء اللي حضرتك قلتها طبعا. صحيح. أسماء جميلة. لكنك لعبت, خدت الفرصة يعني خدتها الحمد لله في ماتش الأولمبي هنا في القاهرة. كان لضحايا السيول, ودي كانت صعبة بالنسبة لي أكتر يا كابتن. يعني لأن أنت مباراة مش هتذاع, وعدد من الجماهير الكبيرة جدا اللي هي مليان, وأنت كان الزمالك فارق عننا لو تفتكر يا كابتن. مزبوط. 11 بونت. مظبوط. وكان الماتش بنقطتين. فكانت صعبة جدا إن أنا الراجل لعبني في ماتش واحنا جايين نسمع ليه, كنا خسرانين وقبليها كان المحله خسرانين, وان هو يدفع بيا في مباراه من البدايه. انا دي كانت بالنسبه لي لولا حضرتك كابتن حسام, كابتن ابراهيم, يعني طبعا وليد وهادي عشان هم عطول معايا, كابتن ايمن شوقي. لا ما انا بقول لك الناس, كابتن ايمن حتى يعني لا انا اقعد لك في امريكا دلوقتي هتلاقيه بعت لي ما بعت لي حالا يقول لي يعني دوس. وكابتن عرب صادي عشان ما انساش, كابتن عرب صادي كان بيلعب يعني, لا من الناس اللي احتضنتني كتير. فيعني انا بصراحه انتوا فرقتوا معايا يا كابتن بامانه. كابتن اسامه عرابي كمان تحديدا اول اول ماتش قعدت معاه في الاوضه قال لي بص اعمل اللي انت بتعمله في الناشئين, اعمل طبيعتك, مالكش دعوه, انت اطلع انت وهاجم وسيبنا انا ورا, مالكش دعوه, اعمل اللي انت عايزه. والله يا كابتن قال لي كده, قال لي اعمل اللي انت عايزه, مالكش دعوه, ما تقلقش من حاجه, انزل والعب لعبك. اللي هو الراجل اتفرج عليه في الناشئين كان مهارس, كان بيتفرج علينا. فقال لي هو اتفرج عليك تحت وشايفك عشان كده صعدك, اطلع اعمل اللي انت عايزه. الحمد لله ربنا كان موفقني. هشام بدايتك كانت كويسه جدا يا كابتن الحمد لله. طيب يعني بدات تحقق نجاح.